إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستمسكوا بدينكم حتى تلقوا ربكم على هذا الدين العظيم. واعلموا عباد الله أن من أعظم النعم على الله على عبده أن يوفق عبده للتفقه في دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإرادة الله عز وجل لعبده الخير أن يعلمه الدين وأن يفقهه فيه. ومفهوم هذا الحديث أن الذي لا يريد الله به خيرا ويريد به شرا أن ألا يفقهه في دين الله عز وجل، فيعبد الله عز وجل على جهالة كما هو سبيل الضالين. وأما من عبد الله عز وجل على علم، فإنه على سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن الأعظم الفقه في دين الله عز وجل أن يتفقه المرء في العبادات التي أوجبها الله عز وجل عليه، وعلى رأسها أركان الإسلام العظام ومبانيه الجسام التي لا يعذر فيها أحد في عدم تعلمها. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقهوا في أركان الإسلام العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه يا عباد الله أركان الإسلام، أركان الإسلام العظام ومبانيه الجسام التي لا يعذر فيها أحد في عدم تعلمها ومعرفة أحكامها، بل يجب عليه أن يتعلمها وأن يتفقه فيها. ومن ذلك يا عباد الله أن يتعلم المرء إذا أراد الحج أن يتعلم أحكام الحج. فالحج يا عباد الله عبادة جليلة وفريضة عظيمة، وفيها مسائل كثيرة. يجب على المسلم إذا أراد أن يحج أن يتعلم الأحكام، يتعلم أحكام الحج، يتعلم الواجبات والسنن والمستحبات، ويعرف الأركان، ويعرف ما يجب عليه وما لا يجب عليه، وما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، وأن يتعلم الأنساك التي يريد أن يدخل فيها، سواء كان متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا. فإن يا عباد الله الحج عبادة عظيمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم آمرًا فيها بالمتابعة: لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد أن يحج المرء كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه كان يظهر نفسه للناس
فيركب على راحلته حتى يشاهده الجميع ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد علمنا أن الحج فريضةٌ عظيمة وعبادةٌ جليلة ومن أركان الإسلام العظام ومبانيه الجسام، فعليه يجب على المرء المسلم أن يحج إلى بيت الله الحرام إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يحج فليعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في حكمه بين قائل قد كفر كفرا أكبر ومن قائل قد كفر كفرا أصغر، فلا يخرج عن صفة الكفر، إما أن يكون كافرا كفرا أكبر وإما أن يكون كافرا كفرا أصغر، فالأمر عظيم. قد قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من لم يحج وقد كان مستطيعا: إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه قد ثبت من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في من لم يحج وكان مستطيعا: فلشاء أن يمت يهوديا أو نصرانيا. فالأمر عظيم يا عباد الله، فعلى من استطاع الحج أن يحج إلى بيت الله الحرام، لأن حج البيت ليس بالخيار بل هو من الفرض الذي أوجبه الله عز وجل عليه. وإن من العجب العجاب أن كثيرا من الناس يجوب الديار ويجوب البلدان يميناً وشمالاً شرقاً وغرباً ويجمع من أجل ذلك الأموال، بل قد يستدين الأموال من أجل أن يسافر إلى هذه البلد وتلك البلد، وإذا جاء الحج تعذر بقلة المال وقلة ذات اليد واشتكى وإلى الله المشتكى. عباد الله، إن من النوازل التي نزلت في الحج التصاريح التي اشترطها ولي الأمر، وهذه التصاريح يا عباد الله حكمها نرجع فيه إلى ما قاله أهل العلم الذين أوصانا الله عز وجل بالرجوع إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمثل هذه الأحكام مرجعها إلى أهل العلم الذين أوصانا الله عز وجل بالرجوع إليهم، خاصة فيما يتعلق بمثل هذه العبادة التي يجب أن يكون فيها إمام يسوس الناس، وإلا كانت هذه الشعيرة وهذه العبادة مرتعا لكل غشوم ولكل ظالم ومنتهك ومتعد على الحدود. فعليه يا عباد الله، فقد أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذه النازلة بأن الحج لا يجوز من دون تصريح، والذي لا يجد التصريح فهو داخل في عدم الاستطاعة. فهذا يا عباد الله ما أفتى به علماؤنا تقديرًا للمصالح العامة التي يقوم بها ولي الأمر في هذه العبادة العظيمة وهذه العبادة الجليلة. ولك أن تتخيل وتتأمل أن هذا الحج لا يسوسه ولي أمر، وليس فيه تصريح وليس فيه تنظيم، فكيف سيكون حال الحجيج؟ وهذه الدولة يا عباد الله حريصة كل الحرص على هذه الشعيرة العظيمة وعلى الحرمين الشريفين، فقد قاموا بما لم يقم به كثير من الخلفاء والأئمة من قبلهم،
وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الدولة السعودية المباركة. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا بدوننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم وفق الحجيج، ووفق القائمين على الحج. اللهم سددهم وأعنهم ووفقهم يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.